تسع حقائق علينا التوقف أخيرا عن تصديقها. هناك بعض الحقائق المزعومة التي نؤمن بها لمجرد أننا سمعناها مرات عدة، ولأن الجميع يؤمن بها أيضا. أراهن أنك مقتنع بأن الحليب مفيد لعظامك، أو أن جبل إيفرست هو أعلى جبل في العالم. ولكن قبل أن نكشف الحقيقة الفعلية، إليك حقيقة واحدة صحيحة تماماً. إذا نقرت على زر الاشتراك وقرعت جرس الإشعارات الصغير بجانبه مباشرة، ستبقى على اطلاع دائماً بمقاطع الفيديو الممتعة والتثقيفية التي تصدر يومياً على الجانب المشرق من الحياة. الآن لنبدأ هذه القائمة مع رقم 9. تأثير الدواء الوهمي يعمل فقط على البشر. في حال لم تسمع مطلقاً عن هذه الظاهرة الغريبة والمبهرة في الوقت نفسه، يحدث تأثير الدواء الوهمي بشكل أساسي عندما تبدأ حالة الشخص الصحية بالتحسن لمجرد اعتقاده بأنه تلقى علاجاً أو دواءً، في حين أنه لم يحصل على أي علاج في الواقع. يبدو الأمر خدعة للناس، ولكنه ليس كذلك على الإطلاق. حقيقة أنه يمكنك إعطاء جسم الإنسان ما هو في الأساس حبة مليئة بالمياه المالحة أو السكرية فيبدأ عملية الشفاء الفعلية هو أمر مذهل تماما. ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن تأثير الدواء الوهمي قد يعمل على الحيوانات الأليفة أيضا. على سبيل المثال، إذا كان الكلب مريضا وأعطاه صاحبه بعض السكر أو حبة فيتامين، فإن جسم الكلب يستجيب بشكل جيد. وقد أثبت هذا فريق من العلماء من كلية الطب البيطري في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، عندما اختبروا تأثير الدواء الوهمي على الكلاب التي تعاني من تشنجات. رقم 8. الحليب مفيد لعظامنا. تزعم الإعلانات أن منتجات الألبان هي مصدر ممتاز للكالسيوم المهم للغاية لعظامنا، ولكن الحليب على وجه الخصوص هو الذي قيل لنا مرارا وتكرارا منذ الطفولة أنه يحافظ على عظامنا قوية وصحية. لذلك كلما سمعنا كلمة كالسيوم فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو الحليب، أليس كذلك؟ ولكن هل تعلم أن الكالسيوم الموجود في الحليب لا يحمينا من الإصابة بكسور في العظام؟ وجد علماء من جامعة هارفارد أن الأشخاص من الدول التي لا تستهلك في العادة منتجات الألبان يعانون في الواقع من كسور أقل من أولئك الذين يستهلكون هذه المنتجات بانتظام. لذلك لا منطق في شرب كميات كبيرة من الحليب إذا كنت تريد تقوية عظامك. كما يمكنك أيضا الحصول على الكالسيوم من السردين والسلمون والفاصوليا واللوز والتين. رقم 7. تسبب الشوكولاتة حب الشباب. لا يأكل كثير من الناس الشوكولاتة خوفا من أنها ستتسبب في ظهور البثور. حسنا، لا تمنع نفسك، لأن هذه الحقيقة بكل بساطة ليست صحيحة. أجرى الدكتور جيمس إي فولتون جونيور وعدد كبير من أطباء الجلد الآخرون دراسة حول العلاقة المفترضة بين الشوكولاتة وحب الشباب، وقد أعطوا في الواقع ألواح شوكولاتة تحتوي على 10 أضعاف من كمية الكاكاو الموجودة في لوح الشوكولاتة العادي ل65 شخصا معرضا لحب الشباب. وقد اكتشفوا أن الشوكولاتة غير ضارة لبشرتنا ولا تؤثر عليها بأي طريقة. وتتفق طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة إيفا شامبان من لوس أنجلوس على هذه الحقيقة، وتقول إن هناك القليل من الأدلة التي تدعم الادعاء بأن تناول الشوكولاتة يؤدي إلى ظهور البثور. قال الخبراء كلمتهم، لذلك امضي قدما وتناول لوح شوكولاتة ولا تقلق بشأن بثور حب الشباب. ومع ذلك من الأفضل أن تتناول الشوكولاتة باعتدال لتجنب زيادة الوزن. وبالحديث عن زيادة الوزن، جميعنا كان يعتقد بأن رقم 6. ممارسي رياضة الجري عليهم القيام بها يوميا. في مشروع بحث استمر 30 عاما، وجد علماء من جامعة بيرمنغهام أن الجري كل يوم قد لا يفيد بالمرة أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم، وقد يضر حتى بصحتهم. قد يكون للقدرة الكثيرة على التحمل في الجري تأثير سلبي على الصحة العامة للشخص، لأنه يضغط على الجسم بشكل مفرط. وقد لاحظت دراسة أخرى تراكم اللويحات في شرايين عدائي الماراثون الذي قد يسبب انخفاض الدورة الدموية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل خطيرة في القلب. إذا رغبت في الحفاظ على لياقتك البدنية والاستمتاع بالقيام بذلك من خلال الجري، من المستحسن لك ممارسة رياضة الهرولة بدلا من الجري 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وليس كل يوم. وتقول كبيرة ممرضي الأمراض القلبية مورين تالبوت،
من مؤسسة القلب البريطانية إن الهرولة الخفيفة والمعتدلة هي أكثر فائدة من الجري الشاق. رقم 5. جبل إيفرست هو أعلى جبل في العالم. حاول متسلقو الجبال من أنحاء العالم أجمع قهر ما يفترض أن يكون أعلى جبل في العالم، وقد نجح البعض في ذلك بالفعل، وبالتأكيد بالتحدث عن الجبال التي تقع فوق مستوى سطح البحر. فإيفرست هو أعلى جبل في العالم، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الجبال بشكل عام حتى تلك التي تتشكل من تحت البحر، فليس إيفرست الأعلى كما تظن. يذهب المركز الأول الجديد إلى ماونا كيا، وهو بركان يقع في هاواي، ويبلغ ارتفاعه 4205 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ولكن يبلغ طول قاعدته حوالي 6000 متر تحت سطح الماء، وهذا يعطي ماونا كيا طولا من القاعدة إلى القمة يبلغ حوالي 10210 أمتار، والذي يتفوق بالفعل على ارتفاع إيفرست البالغ 8848 مترا. رقم 4. الثقب الأسود هو ثقب. خمن ألبرت أينشتاين وجود ثقوب سوداء في العام 1916 مع نظريته النسبية العامة الشهيرة، ومع ذلك فإن الشخص الذي صاغ هذا المصطلح وأثبت في العام 1971 أن هذه التشكلات موجودة بالفعل هو الفيزيائي النظري الأمريكي الدكتور جون ويلر. ولكن هل هي ثقوب بالفعل؟ حسناً، تقول ناسا كلا ليست ثقوباً، وفي الواقع هي مجرد أجسام فضائية تكون فيها الجاذبية قوية للغاية لدرجة أن الضوء حتى لا يمكنه أن يفلت منها. الثقوب السوداء غير مرئية عملياً ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ومع ذلك يحدد علماء الفلك موقعها بمساعدة تلسكوبات فضائية فائقة التطور من خلال رؤية كيف تتصرف النجوم القريبة من الثقوب السوداء بشكل مختلف عن النجوم الأخرى. رقم 3. أنت آمن داخل السيارة أثناء عاصفة رعدية. هناك اعتقاد بأنه أثناء عاصفة رعدية تكون في أمان داخل السيارة لأنها محاطة بإطارات مطاطية، وفي حين أن المطاط فعال للغاية في العزل ضد الكهرباء، إلا أن هذا لا يعني أنك بأمان تام داخل سيارتك أثناء الصواعق، فهذه محض خرافة. قد تكون سيارتك مكانا جيدا للاختباء فقط لأنها مصنوعة من المعدن، ولن يكون هذا الجسم المعدني مفيدا إلا إذا كانت جميع الأبواب والنوافذ مغلقة. عندما تضرب صاعقة أعلى السيارة يتدفق التيار خارج السيارة ويسير إلى الأرض تحتها، لذلك فإن الهيكل المعدني للسيارة هو الذي يمكن أن يحميك أثناء العواصف الرعدية وليس الإطارات المطاطية. رقم 2. الصحراء الكبرى هي أكبر صحراء في العالم. اسأل أي شخص عن أكبر صحراء في العالم وسيقول لك الصحراء الكبرى بالطبع، ولكن القليل يعرف أن هذا ليس صحيحا في الواقع. عندما نفكر في الصحراء عادة ما نتخيل منطقة خالية من أشكال الحياة شديدة الحرارة تغطيها الرمال، ولكن من ناحية التعريف الصحراء هي منطقة قاحلة تتلقى كمية قليلة من الأمطار، وفي هذه الحالة تعد القارة القطبية الجنوبية والتي تبلغ مساحتها 14 مليون كيلومتر مربع أكبر صحراء في العالم فعلياً، فيما تحتل الصحراء الكبرى مع مساحة 9.2 في العشرة مليون كيلومتر مربع المركز الثالث. وفي حال كنت تتساءل، هناك في الواقع أربعة أنواع من الصحاري: الصحاري الجليدية مثل القطب الجنوبي والقطب الشمالي، الصحاري شبه الاستوائية مثل الصحراء الكبرى المعروفة في شمال أفريقيا والصحراء العربية في شبه الجزيرة العربية، الصحراء الشتوية الباردة على سبيل المثال صحراء جوبي في الصين ومنغوليا، بالإضافة إلى هضبة كولورادو في الولايات المتحدة، صحاري ساحلية باردة مثل أتاكاما في تشيلي وناميب في جنوب أفريقيا. رقم 1. المريخ أحمر. الكوكب الأحمر. في العصور القديمة أطلق عليه الرومان اسم مارس نسبة إلى إله الحرب لديهم بسبب لونه الدموي، فيما أطلق عليه المصريون القدماء هيرديشر والتي تعني حورس الأحمر، فيما أطلق عليه علماء الفلك الصينيين القدماء اسم نجم النار، لذلك من البديهي أن هذا المكان أحمر كما يقال فيه، أليس كذلك؟
حسناً، استمر الأمر كذلك حتى السبعينيات عندما كشفت الحقيقة أخيراً حول المريخ، وهو الوقت الذي أصبحت فيه مركبة فايكينغ واحد لاندر التابعة لوكالة ناسا أول مركبة فضائية تهبط على الكوكب الرابع بعداً عن الشمس لأخذ بعض اللقطات. وقد كشفت الصور الأولية أن سماءه زرقاء وليست حمراء وردية، والصور التي التقطتها فايكينغ واحد لاندر تجعل الكوكب يبدو أكثر احمراراً مما هو عليه في الواقع. واليوم تعترف ناسا أن بعض أجزاء المريخ هي في الواقع زرقاء ورمادية. أي من الحقائق غير الواقعية فاجأتك أكثر؟ هل كنت تعلم مسبقاً بافتقار أي منها للصحة؟ أخبرنا في التعليقات أدنى. وإذا تعلمت شيئاً جديداً من هذا الفيديو فامنحه إعجاباً وشاركه مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك والانضمام إلى العائلة هنا على الجانب المشرق من الحياة. إلى اللقاء.